هذه قنايم قنايم الامارات العربيه اللي احدثها مرتزقتها اقترمناها الان احنا ومغامرة. لم تعد عدن لانها لم تذهب بعيدا، ولكنها نزعت هيمنه ادوات النفوذ الاماراتي منها الى غير رجعه. الامارات التي انتحرت على ابواب شبوه تجني اليوم ثمن خسارتها بعدن بعد وصول الجيش الوطني الى المدينه. هتف اليمنيون ان من خسر هذه المعركه هو من يوصف بمهندس الحرب ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، الذي دفع بالمال والسلاح لتاجيج العنف والفوضى في اليمن، ولكن محاولاته لتقويض الدوله اليمنيه ذهبت ادراج الرياح مع اول تحرك يمني جاد لمواجهته. حضر الجيش ومعه حضرت الدولة بتوجيهات رئيس الحكومة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الانتقام والفوضى في عدن. الأصوات الحقوقية كانت حاضرة في مطالبتها بالوصول إلى السجون السرية التابعة للإمارات في بئر أحمد ومنزل شلال شاع وقاعة وضاح ومعسكر الجلاء، وإعلان عفو عام في المدينة لتجنب الدخول في معركة طويلة من الثارات والعنف الذي غرقت فيه عدن طوال الأربعة الأعوام الماضية. جولة مهمة من معركة استعادة الدولة قد تضمن انتهاء الدعوات التشطيرية وتعافي عدن كعاصمة مؤقتة لجميع اليمنيين في هذه المرحلة، ولكن الأهم كما يرى اليمنيون هو استعادة عاصمتهم الأولى صنعاء حتى يمكن الحديث عن يمن جديد لكل أبنائه. كان مقدرا فيما مضى أن تكون عدن خطوة في درب تحرير صنعاء وبقية أجزاء اليمن من سطوة الميليشيا، إلا أن هذا المشروع تعثر لأكثر من أربعة أعوام، وكادت عدن أن تتحول إلى عقبة في وجهه. ترتفع الآمال باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء مرحلة الفوضى التي عاشت فيها المحافظات الجنوبية، وباتت الحكومة الآن أمام سباق مع الزمن لتأمين العاصمة المؤقتة وتطبيع الحياة فيها وتوفير الخدمات للناس.